إذا كنت من المتابعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، في فيديو جديد سوف في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم كيفية يعني تركيب المود لهذا الفيديو الذي أقوم أنا بعمله حاليا. فطريقة تركيب المود فهي سهلة سهلة جدا، فهناك الكثير مما لا أعرف كيف تركيب هذا المود، وأنا أيضا من قبل كنت لا أعرف يعني كيفية طريقة التركيب. كل ما نفعله هو أول شيء يعني نستخرج الملفات من الوينرر، سوف أعد يعني أن يتم استخراج الملفات يعني فكما ترون فقد استخرج الملفات. فكل ما نفعله حاليا هو أن نفعل هكذا يعني للملف بدون أن نفعل شيء، فقط يعني تريد أن تقوم بقطع أو نسخ، فأنا سوف أقوم بنسخ الملف نذهب إلى الملفات، أذهب إلى اليوروتريك 8.2 ونذهب إلى المود. يعني فكل ما عليك فعله هو نسخ الملف كما هو هكذا، يعني تقوم ب يعني عفوا بلصق الملف هكذا. فأنا قررت من قبل فلهذا فلن يسمح لي بوضع مرة أخرى، فهو كما ترون من قبل. والآن نقوم بالدخول إلى اللعبة، وفقط كل ما عليك فعله هو تشغيل المود وسوف يعمل معك بإذن الله تعالى. Todo preparado, vámonos. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Esté preparado para girar a la izquierda. Gire a la izquierda y vuelva a girar a la derecha.
gira a la derecha. Acabamos.